كانت مشكلة كبيرة جدا زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. خالد بن الوليد كان قائد الجيوش، أسروا مجموعة من الأسرى في ليلة شاتية مطيرة. خرج خالد بن الوليد ونادى على الحراس، قال لهم بالحرف هكذا: أدفئوا أسراكم، يعني دفوهم، الدنيا برد. فكان القبيلة الحراس كانوا من قبيلة بني بكر بن تغلب، فسلوا السيوف وأعملوا القتل في الأسرى، فعلى الصراخ. فخلع خالد بن الوليد، قال: ماذا صنعتم؟ قال: أولم تقل أدفئوا أسراكم؟ قال: بلى. قال: فدافأناهم. قال: كيف دافأتموهم؟ قالوا: قتلناهم. أدفئ بمعنى أقتل. قال: والله ما قصدت هذا، لكن أدفئهم من البرد. قال: قل دافئوا ولا تقل أدفئوا. تكريم العلماء، يتفضل الأستاذ الدكتور محمد ناجح بتقديم أسماء العلماء المكرمين. Now with Dr. Muhammad Najah for honoring the scholars. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حانت الآن لحظة التكريم، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. يسر إدارة المؤتمر أن تتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في كتابة قصة نجاح معامل التأثير العربي، حتى أضحى أنموذجا راقيا للجهد العلمي المنظم لاستكشاف ملامح الإنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوعية المتعددة، والذين يمثلون قادة الفكر العربي وعلماءه. وكان من أهم أعلام هذه الكوكبة التي تركت بصمات مؤثرة في تلك المسيرة، والذين نسعد بتكريم فئة منهم اليوم، عالم جليل ملأ طباق الأرض علما في مجال تخصصه، وانتشر طلابه ومريدوه في شتى بقاع الأرض. إنه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الشافع بادة، أستاذ الرياضيات التطبيقية بجامعة الأزهر. وقد اختير سعادته أحد قادة العالم العربي والفكر العربي لإسهاماته البحثية في مجال المعلومات الكمية والضوء الكمي، وحصوله على جائزة كوامي نكروما. ويعد سعادته أحد أهم علماء ميكانيكا الكم والضوء على المستوى العالمي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم DSC، ويلقب بأسد الجوائز لكثرة ما حصل سيادته من جوائز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. فليتفضل سعادته مشكورا. سعادة الأستاذ الدكتور صلاح عبية، أستاذ الفوتونات بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والرئيس التنفيذي السابق لجامعة زويل، والذي تم اختياره أحد قادة الفكر العربي لإسهاماته البحثية العالمية في مجال الفوتونات وتطبيقاتها، وحصول سعادته على جائزة الدولة التقديرية. سعادة الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا، مدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا، المشرف على مركز تنمية إقليم الدلتا التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، مؤسس ورئيس تحرير الدورية العلمية الصادرة عن الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، عضو قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق العلمي وجائزة الدولة التقديرية 2019.
سعادة الأستاذ الدكتور علوي الهاشمي الأمين العام الأسبق لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين والنائب الأسبق لرئيس جامعة البحرين والذي تم اختياره أحد قادة الفكر العربي لإسهاماته في مجال الأدب والشعر العربي. سعادة السفيرة الدكتورة هدى عبد الله رئيس هيئة مكتب سفراء السلام والشباب بمصر، وقد تم اختيار سعادتها إحدى قائدات الفكر العربي في مجال خدمة المجتمع العربي. Thank you.